عاشت هذه الفتاة محافظة حتى دخلت عالم الإنترنت وبدأت تدخل على الغرف الصوتية وعلى الشات، حتى بدأ الشيطان في خطواته، حتى أعجبت بأسلوب شاب من الشباب في تلك الغرفة وفي ذاك الشات. والشات اليوم في يد كل فتاة من بناتنا في المتوسطة وفي الثانوية، في البلاك بيري وفي الآيفون وفي الجالكسي. كم من البنات اليوم على الشات؟ ما هي خطواتك؟ ومع من تسيرين؟ هل هذه المحبة في الله وضابطها لله ومن أجل الله؟ أم أنك هزمت وبدأت في مسار خطير سيوصلك إلى طريق لا يحمد عقباه؟ اسمعي هذه الفتاة وقصتها، فهي عظة وعبرة لكل فتاة. هذه الفتاة انهزمت لذاك الشاب، وبدايتها تدخل من أجل أن تدخل لتسمع صوته بس، ترتاح فقط لسماع صوته. بعد أيام بدأ بينهم اتصالات بسيطة جدا، وبعد فترة أصبحت لا ترتاح حتى تسمع كلماته وتسمع وعوده وتسمع تنميقات عباراته، حتى أسرها بحبه ووعدها بوعود كاذبة. لما استحكمت العلاقة بدأ يطلبها في صور لها. انهزمت تلك الفتاة في لحظة ضعف، انهزمت تلك المسكينة التي انهزمت لهذا الحب في لحظة ضعف، وبدأت ترسل له تلك الصور حتى بقيت فترة من الزمن مع هذا الشاب، حتى بقيت فترة مع هذا الشاب وهم يتبادلون هذا الحب، وهو يعدها بوعود كاذبة ساقطة. وتمر الأيام والليالي حتى وصل إلى مراده، ألا وهو إشباغ غرائزه الجنسية الشهوانية. لما حقق مبتغاه ومراده بدأ يهدد هذه الفتاة ويستبزها ويأخذ منها أموال ويأخذ منها أشياء، وبدأ يهددها بتلك الصور وبتلك المكالمات. أحبتي، قررت الفتاة بعد أن سجدت بين يدي الله عز وجل وطلبته المدد والعون، عندها قررت أن تقطع تلك العلاقة. تدرون ماذا فعل ذاك الشاب؟ أخذ تلك الصور لتلك المسكينة الضعيفة ثم نشرها في الإنترنت، نشر كل الصور في الإنترنت. تقول إحدى صاحباتها: هذه الفتاة تابت إلى الله عز وجل وعادت إلى الله سبحانه وتعالى وتركت هذا الشاب، ولم تكن تؤمل أن هذا الشاب سيفعل ما فعل. تقول: أصابها بعد فترة ورم في رأسها. والله يا أحبة كما تسمعون، أصابها بعد فترة هذه الفتاة ورم في رأسها، ورم سرطاني تنومت فيه في المستشفى ما يقارب 4 أشهر، ثم فارقت الحياة الدنيا، ماتت هذه الفتاة. تقول صاحبتها التي تروي قصتها، تقول: وأنا أقلب في عالم الإنترنت، يقول: وإذ بي أرى صاحبتي تلك الفتاة التي أعرفها، أرى صورها ومنشورة في الإنترنت، وكنت أعرف ذاك الشاب. تقول: فاتصلت على ذاك الشاب وبدأت أتوسل إليه وأطلبه وأقول له: اتق الله في هذه الفتاة، أتعلم أين مكانها الآن هذه الفتاة؟ قال: ويني، جالسة في بيت أبوها، والله لا أذلها ولا أفعل فيها الأفاعيل. قالت: تدري وين هي الآن؟ والله هذه الفتاة ميتة وفي قبرها من 3 أسابيع. ثم بدأت تقول له قصة تلك الفتاة لما أصابها الورم وفارقت هذه الحياة الدنيا. عندها بدأ الشاب يحس بتأنيب الضمير، عندها بدأ الشاب يتوب ويستغفر الله. لكن متى؟ تدرون كم عدد المشاهدات لتلك الفتاة في الإنترنت؟ 75,000 هم الذين شاهدوا تلك الصور، هم الذين شاهدوا ذاك العرض من أعراض المسلمين وهو ينتهك. بدايتها إعجاب، كم من الإعجاب في